اهلا بيكم في قناة 5 minute practice، معكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسلة معلومة على الماشي. في الفيديو ده هنتكلم عن العصائر والمشاريب المشهورة جدا في رمضان، تمر هندي، ارقسوس، سوبيا، بلح بلبن، قمر الدين، خروب وما غير ذلك. يلا بينا، خلينا نبدأ بأكتر حاجة ما بحبهاش، ارقسوس. ليكوريش جوس. ارقسوس لوحده كده اسمه ليكوريش، بس لما يبقى عصير يبقى ليكوريش جوس. طيب الخروب هو كاروب جوس. طب تالت واحد بقى التمر الهندي، بص بقى جماله، تاميرند جوس. يبقى التمر الهندي تاميرند. والسوبيا لانها اختراع مصري فطبعا اسمها سوبيا، زي ما هي جدا زيها زي الكشري سوبيا. طيب الكركدي روزيل. طيب البلح بلبن هو اسمه ديتس، ده بلح لوحده كده، وبلبن مش هنقول بقى ديتس with milk، لا هو هيبقى ديتس ميلك شيك. طيب اخر واحد معانا هو قمر الدين، ودوت هو برضو اختراع مصري فممكن نقول ان هو قمر الدين، ولكن سنس ان هو في الاصل مشمش فهو عصير مشمش فهيبقى اسمه apricot juice. مشمش يعني apricot. بس كده، دي كانت العصائر بتاعت النهارده، قولوا لنا في الكومنتس ايه اللي انتوا فطرتوا بيه النهارده عشان نخمس كلنا كده ونشير ونبقى عشوه وملح. وفي النهايه ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو انت لسه بتتفرج ومش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب يا حبيب قلبي. يلا بينا، سلام.